عطلة لي بالبنات إيلكم ان شاء الله تكونوا بالف خير وحشتكم برشا 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 وربي يعلم سامحوني أه بتيت عليكم البريود أه هذه لا غالب تعديت بظروف خايبه على الاخر لذواقها لا الحبيب لكن الحمد لله يا ربي ديما الواحد يحاول هكا يعني يصنع من روحه قوه ويعود يعني يقوم على سقيه ويرجع ينشط كما العاده يعيشكم البنات على سؤالتكم الكل اللي وصلتني على الانستغرام نحبكم برشا برشا فرحانه بالحق اللي انا عندي عائله ثانيه خافت عليا وسالتني على الغياب هذايا دونك البنات بما اني اه تعرضت لوعكه نفسيه مش حتى صحيه دونك اه الحمد لله على كل حال فاخترت اني ما حصرت الدار لهنا وقاعدين في الدار لا دخل لا خرجه لغالب الظروف على الناس الكل وزيد مع الظروف اللي تعديت بها انا كانت خايبه على الاخر فما لقيت حتى حل الا اني راجلي عنده قطعه ارض غرسها كلها زيتون قال لي شرايك لو كان نمشي نعملوا طلع غاديكا نبدل شويه جو ما كنتش من العاكسين مشيت بعدنا على المدينه وعلى الحس وعلى الضجيج نتاعها وعلى الكستريس اللي عايشينه اللي نقوم عليه نرقد عليه ربي بيتها على الصلاح ان شاء الله ويفرج على أمة محمد ونرجع حياتنا طبيعية كما كانت تقبل فالحمد لله يا ربي عديت نهير ياسر مزيان ياسر تحفون تنفست فيه شميت هو نظيف ريت الخضار ريت الطبيعة ريت الورد ريت النحل ريت الفراش ريت العصافر اتفر تنفست ان شاء الله انتو ما زادت تنفسوا معايا في الفيديو هدايا شوفوا ما شاء الله الخضار قديش يعمل الكيف ويرد الروح وصوتك العصافر قديش يريح الحمد لله يا ربي على النعمه حبيت هكا نهرب بكم شوية وتتفرهدوا معايا وتبدوا شوية جو وتخرجوا على الضغط اللي عايشين فيه كما قلت لكم دونك فوالا البنات هذا الفيديو نتاعنا بالنسبة لليوم بعد ما الحمد لله أخذينا هكا شحنة كبيرة نفست رجعت في فورما آه للدار بالطبيعة وربي كان عاطي خير والحمد لله يا ربي آه نحيت آه هكا شوية حاجات روحت بهم آه للدار شوية من الخيرات اللي موجودة آه غاديك ربي زيد ويبارك دونك كيف روحت للدار أول حاجة عملتها ديرك كما نعرفوا الناس الكل لو أني كل حاجة بيو ونحيتها من أرضها يعني من ترابها فديرك تروحت هكا نظفتها اقتيرة خل طبيعي لو أنها ما تستحقش جست شوية ماء كهو على خاطر البنات نحيته بايدي راني ما يعني ما, ما هوش مشري من برا باش نعقمه ولا لا هذا راهو من شجرته ديريكت بس تكفيت كان بقطيره خل اكا هو ونظفته مليح مليح وخليته يستقطر انتم البنات ما تنساوش كي باش تاخذوا حاجه من برا باش تعملوا حتى قطيره جيفيل ما احنا توا وصلنا المرحلة اللي بالحق اقصى درجات الوقايه يلزمنا آه ناخذوها حتى لو كان نعرفوا انه الجفال يضر اما الله غالب دونك قطيره صغيره هكا مع آه شويه ماء آه نغسلوا الخضره نتاعنا نخليوها تتشمس يا حبذا نخليوها تشيح زيدا في الشمس هكا يعني ما شاء الله حتى من المعدنوس ما شاء الله هزيد اللي كتب وروحت من للدار مغسولين نظيفات مستقطرين آه نشفتهم مليح مليح من القارس من الطماطم الفلفل ما شاء الله الخير الكل موجود فمشيت رجعته للفريجيدير به البنات توا باش ندخلوا المرحلة التوعية <applause> أول حاجة البنات أنا خطرت على بالي فكرة برتجيتها على الانستغرام بالمناسبة نزيد نعاود نقول اللي ما عرفش الانستغرام نتاعي لمسيت نوسا فهبطها في الاستوري الفكرة هذية دونك قلت لكم لبنات رأيكم لو كان تكتبوا الحديث النبوي هذه دونك اه بالحق انا على الاول حبيت هكا اما بانقص خرج بالحق وليت شديد ورقه عند الناس الكل عندكم موريقات عندكم استيلويت تنجموا تكتبوها وتعلقوها اللهم اني اعوذ بك من البرسي والجنون والجذام ومسيء الاسقام دونك تعلقوها في المدخل نتاع الباب من داخل الفوق بالكل هكاك بحول الله السميع العليم ما ياتيكم حتى شيء واستغفروا واطلبوا ربي باش ربي يزيح علينا هالغمه به لبنت انا خرجت أه قضيت أه كيف قضيت البنات لبست الجوانتي الجواندويت البيض هذوما أه راهو فقط وقت الخروج ما نستعملهمش برشا دونك رجعوا لي شويه فلوس فحبيت نعطيكم طريقتي اللي باش نعقم بها الفلوس وانتوما هاوكا تنجموا تاخذوا منها كفكره خذيت عندي صحيفه بول وعندي صفيه ما نستحقش برشا دونك أه شديتهم أه حطيتهم بحذايا شديت منديله باش نشرف بها عندي هوني كيس ماء فيه قطرات من الجفال ماء قطرات من الجفال وباش نزيد نصب عليهم الخل باش نزيد نقطع الشك باهي انتم البنات والله فما شكون اللي يقول الخل والجفيل مي فمشكون اللي ما يواتيوش بعضهم فما شكون اللي ما, عنديش حتى فكره اعطيونا كان فما حاجه صحيحه بالله قولونا في التعليقات باش نستفادوا الناس الكل وكان فما حاجه غلطه اهوكا نصلحوها دونك انا تنجموا تنحيوا الخل كومبليتمون وتحطوا كان الماء والجفيل اكاهو شديت الصفية حطيتها في البول وحطيت فيها الفلوس خليتهم يدوب هكا بعض الدقائق يعني دقيقه دقيقتين هكا كيتنفخوا كي شويه ومن بعد هكا فركتهم و بالطبيعة لابسه الجوندويت بالطبيعه دونك نفركهم هكا بشويه ومن بعد نمشي إن نستقطرهم ونحطهم على المنشفه يشيحوا هذايا البنات بالنسبه للصرف نخليهم يشيحوا من بعد راهو باش نحطهم على في صحن اخر فيه كلينكس وباش نخليهم يشيحوا في الشمس هذا بالنسبه للصرف اما بالنسبه للكوارت وبربي نحرصوا عليها البنات هذه على خطر الفلوس راهي اكثر حاجه اكثر عرضه انها تشد الفيروسات بربي بربي لا تغفلوا عليها ارجوكم بالحق هذي شوفوا كيما شفتوا بعد لا نشفت الفلوس شديت صحن اخر حطيت فيه كلينكس وباش نكمل نحط فيه الفلوس الصرف هذوكم من بعد باش ناخذ الطبقه اللي نشفت بها بطبيعه باش بعد هذاك الصرف وباش نغطس شويه في الماء اللي عقمت فيه انا اللي فيه جافيل واللي فيه الخل وشديت الفلوس حطيتها هكا يدوب قدامي مش باش نبلها نخليها تتنفخ تترنخ لا جوست هكا نبدا مشيرتين مش منا ومنا هكا نبدا ننظف ونمسح بالسياسه وبطبيعه نحاولوا باش ما مت... تقطعوهاش اكيد جدا دونك هكاك تتعقم شويه نكملهم الكل مع الاوراق طرف الفلوس اللي انا خرجتهم يعني بالطبيعه واللي رجعهم لي العطار والا السوبر ماركت ولا اللي هو دونك نروحو نعملو بالطريقه الطريقه هذيا بربي البنات راهي الفلوس ناكد ونعاود تشد برشا الفيروسات فنحاولوا لفتا ليهم انعقموهم وبالطبيعه ما صغارنا يشدوهم به لبنات أه حطيتهم في الشمس هيك الفلوس هذوكم باش يكملوا شيحو والجوانتي كملت نحيتهم وحطيتهم انا يعني ما نستعملهمش الحقيقه في الدار كان وقت اللي نجي نخرج اكاهو أه نخذي ونروح بهم يا اما كان لبنات نتوما عندكم جوانتي واحدة جواندويت واحدة اهو كغطسوا في الخل ولا في الجبال باش تتعقم او كتخرجوا بها مره اخرى سينو تجنبوا واغسلوا ايديكم وكاهو وبطبيعة على بلاصه اللي عقمت فيها هذيك نعقموها عندي ديتول عملت به مسحه نعطيكم طريقة أخرى نتاع تعقيم البنات راهو الصابون الأخضر اللي ماهوش يعني ما تخيلش دار تونسية ما فيهش صابون أخضر هذايا يعني عنصر أساسي في التعقيم وكافي جدا باش يقتل ويقضي على الفيروسات تنجموا البنات تبرشوها بحكاكة ولا حاجة تفرموا الصابونة تزيدوها شوية ماء وفي فشفشة تمسحوا بها الأرضيات تمسحوا بها المبلم تحكم الكل راهو يعقم بنسبة بالمية وتوا باش نعطيكم الحاجات الاخرى اللي تنجموا تغفلوا عليها ولازمها تتعقب انا ديجا بارتاجيت معاكم بعض الافكار في الفيديو اللي فات ونحط لكم اللي نتاعو في صندوق الوصف عندكم ديكوتور اللي نسمعوا به وذنينا اللي مفاتح الشارجور التروس اللي نحطوا فيه الفلوس نحاولوا زيدا مدام نشدينا نحاولوا انه آه نتذكروه زاد بمسحه هكا ديتول والا آه طبقه معصوره فيها جافيل ونمسحه باش نعقموها يعني وهكا كنحاولوا انه آه يعني نحيو الفيروسات الكل عندنا لي بريز البره والداخل عندنا لي بوني نتاع بطبيعة نجي ونجبد بشنا لي بوني متاع البيبان السباب متاع اللافابو الساش متاع الحمام لي تيليكوموند التليفونات اللي موجودة في الدار الكل الأقراص متاع الريسبتور زادا ما نغفلوش عليهم كيف كيف هذوكم سبحان الله ساعات الواحد ينسى التليكوموند يمشي ديريكت ينزل غادي دونك يقعد الفيروس اللي بريز لي بوني متاع البلاكارات اللي دين متاع الفريجيدير دونك اه أي حاجة فيها دي بوتون ندورو عليهم لهذوما متاع الغاز كل شيء ندور عليه متاع الفرن زاد كيف كيف متاع الغساله دونك نحاولوا انه البنات نعقموا كل الحاجات البسيطه هذه ان شاء الله ما نكونش نسيت حاجه اخرى وحاجه اخرى البنات اللعبه متاع صغيراتكم بربي اللعبه متاع صغاركم زيدا ميسالش حطوهم في الليفية عبيو الماء صبوا الخل والا اه يعني اغسلوهم مليحه مليحه وخليهم يتشمسوا في الشمس واعطيهم يلعبوا مش حتى كان على الفيروس اللي قاعد يدور راهو حتى على الجراثيم الاخرى اللي تنجم تشد كيف كيف البنات آه صبابت ماذا بيكم صبات الشارع تخليوها البرة ما تدخلوش بيه للدار وبربي بربي بربي شدوا إدياركم رجاء إحنا بلدان المغرب العربي الله غالب الدهده على حدها ما إحناش واصلين كيما الصين وكما ألمانيا اللي قاعد صاير فيها توا وكيما إيطاليا وفرنسا تنجم تغطي يعني وتداوي الناس اللي مرضت بالأعداد المهولة هذيك إحنا هوني رنا بلدان ما هيش ما تلحقش ما حناش امكانياتنا ما حنيش قد امكانياتهم رجاء رجاء شدوا دياركم هالبريود هذه خليها تتعدى سلامات خليونا نعاونوا الطب متاعنا احنا نحافظوا على روحنا ونحمي روحنا في ديارنا والطب تحاول او الدكاتره تحاول انها تنقذ اللي تنجم تنقذوا من العبد اللي وصلت مرضات بالفيروس هذايا بربي خذوا احتياطاتكم بربي ردوا بالكم على صغيراتكم خافوا من الفيروس هذا راهي ما لعبة شدوا دياركم باش نرجعوا ونستقبلوا شهر رمضان إن شاء الله باش يجي بالخير والبركة وربي بلغ هنا لمفقودين وإن شاء الله يربي نرجعوا لحياتنا الطبيعية رحي هالجمعتين ولا هالثلاثة جمعات هذوما رجاء أقعدوا في دياركم راهي ما هيش لعبة الحكاية باش نحافظوا على روحنا ونحافظوا على عائلتنا وعلى أحبابنا وأقربنا وأصحابنا أكيد 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 راهو ديما نمشي بمثل اشتد أزمة ثم انفرجي الا ما يجي نهار ونرجع لحياتنا الطبيعيه ونتغلبوا على المرض هذا شويه وعي يعيشكم برشا انسى نشوف فيهم في الفيسبوك مخرجين صغارهم ماشيين للبلفيدير وماشيين لحديقه الحيوانات ياخي ما تخافوش على صغاركم يعيشكم يا اذا كان انتم ماكمش خايفين على رواحكم انا خايفة على امي خايفة على بابا انا خايفة على خواتي على حبيبي على اصحابي شدارك دارك يعيشك راهم ماش باش يموتوا لو كان تحصرهم هاجمتين ولا ثلاثه هجمات قدام هالمرض اللي قاعدين نحاربوا فيه رجاء ان يخلي شويه مسؤوليه نتحملوها الناس الكل اليد في اليد باش نضمنوا نهار غدوه لصغيراتنا نعيشوا مرتاحين فيه يعيشكم وشدوا دياركم رجاء انا راهو كنوسة مؤثره اجتماعيه اعمل في اليوتيوب من من واجبي اني انواعي ونبلغ رساله لذا يعيشكم رانا شوية وقت برك اليد في اليد نضحي فيه نشدو إديارنا وبحول الله السميع العليم ما يصير كان الخير إن شاء الله ونتجاوزوه وتكون كل شيء يقعد حديث يعيشكم لبنيت أنا توا نوصل بكم الأخر الفيديو إن شاء الله تكونوا اتفرهدتوا معايا وهكا وعجبكم الفيديو اللي ما كانش مبرمج الحقيقة أما هكا حبيت نهبتوا باش هكا على قليلة انطل عليكم ونحاول نقدم إفادة حتى ولو بأبسط اه الأفكار يعيشكم وشكرا على تفاعلكم انيس الكل نخليكم توا في امان الله ونتلقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى باي باي وبسلامة